Security Plus, domain number four, 28%. Security operations. And shift to domain number four, uh, security techniques. Security techniques. اتكلم عن الـ secure baseline و الـ Hardening targets اتكلم عن الـ wireless device اتكلم عن mobile solution اتكلم عن wireless security setting اتكلم عن application security وفي النهاية نختم بالساند بوكس والمونيترينج Like uh, secure baseline. What's a baseline? Secure baseline. Secure baseline. Standard set of security configurations and control application system, network application, to ensure the minimum level of security. طيب في ثلاثة ثلاثة أشياء طبعا إحنا نتكلم نتكلم عن نتكلم عن ثلاثة أشياء دي الابليكيشنز والنتورك وشنو والسيستم طيب بمر بثلاثة مراحل البيز لاين Uh, establish, we deploy, we maintain. By, I'll, uh, I'll, uh, establish the process of being with through assess, assessment of the system network. system or network or application that required protection. نجي نقيم الحاجات ديل شنو احنا محتاجين له عشان نعمل سكيور للسيستم بتاعنا للنتورك للابلكيشن بعد ذاك نشوف المرحله اللي بعدي والديبلويمنت ديبلوي الديبلوي هو شنو؟ هو الكونف نعمل كونفيجر للفاير و وبعد ما نعمل كونفيجر نعمل سيت اب لل permissions ونعمل implementation لل uh, implement لل encryption protocols ونعمل antivirus و anti malware ونعمل شنو نعمل update ده في مرحلة ال, uh, ال deployment مرحلة أخيرة نعمل لك داون سيستم تو بريفنت ان اوذرايتد ان سوفت سوفتوير انستوليشن اور كونفيجريشن تشينج فده ترى حاجات مراحل عشان نعمل سكيور بيز لاين باختصار شديد انه الجزء الاول نعمل اس اس اسمنت لل الـ System و الـ Application و الـ or, or network بعدك deploy يعني نطبق الحاجات نعملو configuration مثلا الـ الـ و الـ Permission بتاع الـ Users و بعدك نطبق الـ Encryptions يعطو بروتوكول سـ الـ Encryptions و يعطو algorithm But that could an antivirus or well, malware, but that update the system. I feel maintained normal lockdown the system to prevent unauthorized software install or configuration change. A configuration or a unauthorized normal lockdown.

طيب قلنا الهاردن احنا نقوم نرفع كيف نخلي السكيورتي بي شنو هاي او السيستم يبي سكيور او يكون صعب شنو للتارجت يكون صعب للتارجت او التارجت سيرفيس أو تارجت سيف تارجت سيرفز طيب احنا قلنا اعطى سيرف شنو الاشياء اللي بيكون بيكون اعطى اعطى فاحنا اعطى اعطى هارد او بمعنى تاني نقوم نرفع شنو السكيورتي انهانس اوفر اول سكيورتي بيرشر نخلي السكيورتي تاعنا هاي طيب نشوف الكلام ده بيتم كيف طيب نشوف الكلام ده في الموبايل ديفايس ونشوفه في النت في الورك ستيشن والنتورك ديفايس طيب ال في الموبايل ديفايس normal hardened mobile device normal strong password app management operating system or OS update remote wipes and disable unused features a mobile device the مثلا عندك موبايل بتاع الشركة أو التابلت بتاع الشركة أو لابتوب بتاع الشركة نعمل فيه strong password لما نقول strong password password بتاعنا لازم يكون complex لما نقول complex معناه لازم يحتوي على what upper case lower case number special characters و لازم يكون طويل يعني يكون long ب لو cمل برضو كنن السيستم بتاع اب مانجمنت و oر سيستم اpدat لان كل مرة قن ثغرات صغرات فنام ابديتس اpدats و رموت ب وتس سؤال سؤال سوال قلنا واتس rموt wيبs

اذا ضيعنا التليفون او ضيعنا الموبايل ديفايس بتاعنا يعني نقدر نخش من اي كمبيوتر نعمل له وايبس لكل الداتا الموجوده لانه ممكن يكون فيه فيري سنسيتيف داتا عشان زول تاني ما يستفيد منه نعمل له ريموت وايبس فعلا ابل عنده 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 حاجات زي ده يعني عنده انك انت لو ضيعت الايفون بتاعك تخش على الاي كلاود بتاعك وتعمل له وايبس وعنده تاني عنده اشياء تانية الابل مش كده عنده شنو تاني في اذا ضيعت التليفون بتاعك first تقدر ترسل مسج تليفونه يكون لا بعدين في الشاشه ممكن ترسل مسج ومسج بتاعك ممكن تقول له يا اخي لو سمحت التليفون ده هجي انا ضاع واذا لقيت التليفون ده يتصل بي بالرقم وتكتب الرقم فاي زول لقى فتح التليفون بس حرروا المسج ده ما يقدر يخش التلفون التليفون لكن ما ده بيظهر له انه بتاعني انه تلفوني تلفوني قبل قبل شهر نفس الكلام اه رجعوا لك في زول لقى ما رجع لك انا لقيته التليفون انا ما انت تراكنج ذاته لقيت المحل انه اي أيوة. اي لقيته رجع لي اي اوكي فده واحد من ميزاته انه تقدر تخلي مسج ممكن يكون تلفونك ده ما يسرق لكن ضاع وقع في زول امين وعشان يتواصل معك تليفونك لاك فبقدر بقرا المسج وبرجع رقم تليفون بيتصل بيك ذن انه تاني هاي تانية برضو التراكن سيستم طبعا عنده وتقدر تعمل شنو تعمل وايب اذا خلاص استغنيت منه تقدر تعمل ريموت وايبس عشان اذا حتى هو مقفول طبعا لكن زول حتى لو حصل اي حاجه فتح ولا اي حاجه ما يقدر يستفيد منه كده فده آه هاردين بتاع شنو بتاع موبايل ديفايس طيب الورك ستيشن طيب مثال لورك ستيشن الكمبيوتر عادي انت شغال ده ما ورك ستيشن و سير برضو ثوب برضو وركستيشن مشينا، تايب، strong log log in credential، كويس disable unnecessary service، less privilege less privilege access، anti malware and host firewall. دي الحاجات اللي إحنا نخلي الوركستيشن بتاعنا hard. نعمل له لوك ان ونعمل ديسيبل لاي سيرفيس طبعا الكمبيوتر او السيرفر فيه مجموعه من سيرفيس اي سيرفيس انا ما داير نعمل له لو... لو نعمل له لانه في سيرفيس كتير هسه بكون انت شغال في موبايل بتاعك ده شغال السيرفيس فهو ده, ده بكون مساحه للتارجت عشان كده اي حاجه انت ما محتاج لو تشتغل بو You disable it. But the kid of a few antivirus antivirus anti-malware one of a few host the firewall. And a the Noemi firewall, host firewall or tannition. Network, uh, network wired, 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 wired wire, firewall. What's that? And wire firewall only software. Then software and then the software and the... زي 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 الهارد وير ايوه زي بكون وير بيكون بيكون فاير للشبكه كله لكن لما نقول هوس هوس فاير ده اي زول عنده كمبيوتر عنده عنده فاير في كمبيوتر بتاعه ده بيسموه هوست بس في جهازك في شكل السوفت أيوة. وير فلازم كل الورك ستيشن بتاعنا لازم يكون شنو عنده هوست فاير طيب طيب آه، نيجي نشوف كيف نعمل هارد hard... هاردين لل network devices strong tape uh, what's not a device? A network device a missile network device switch a router good switch router access point firewall the benafso wow. induction detection induction prevention the coolachisa mr huh? verat النتورك سيرفرات السيرفر وكان اندر اندر ورك ستيشن مشكله ايوه في الجروب اللي فوق اوكي نتورك ديفايس صح سويتش راوتر وفاير وول وايرلس uh, ناس كيبلنج والخاجات ديفايس لكن كيبلنج كيبلنج مش ديما ديفايس مشكله راوتر راوتر table device. Yeah, so tape. Tape, a network device and you harden ladder and convert a few strong password when we switch ladder confused strong password. Disable year unused features to a few more features. Firewall, uh, firewall update. و اكسس كنترول ليست ان سيجمنتيشن سيجمنت نتورك لازم يكون اكسس كنترول ليست عشان منو الالاو ومنو الديناي بعد ذاك يكون في شنو آه النتورك بتاعنا لازم يكون في سيجمنت مقسم على سيجمنت طيب نيجي نشوف الكلاود انفراستراكشر عنده على على في الكلاود انفراستراكشر إننا ايدنتي ايدنتيتي اند اكسس مانجمنت انكريبشن لوج ان مونيتورينج اند سكيور كونفيجريشن ده الحاجه اللي بخلي ال كلاود انفراستراكشر يكون هاردن طيب اننا اي سي اس و S C A D S S C A D A Security Control and Data Acquisition System and Tanishino Industry Control System اتكلمنا <applause> عن ال... ال... الاشياء الاثنين ديل طيب كيف نكون بالنسبة له كيف نخليه يكون High Secure أو Hardened كيف نخليه يكون Hardened Segmentation, waste, or oscillation, physical security, missile physical security. I don't physical security. An access point, an access point, point. we in the

Tape, what's an empty device? missile an empty device? Give me any example. radius radios, takakus. What's that? Serverat. Serverat is a radius of takakus plus. Mosh? They are...

طيب انتو طيب عارفين ان ام بي تي ديفايس شنو؟ تعريفه شنو؟ هو مش نظام التشغيل؟ نو نوت اوبريتنج سيستم ام بي تي ديفايس قلنا يا جماعه جهاز بكون في شكل كمبيوتر صغير بعدي شغل معين فقط بيكون كمبيوتر كامل لكن بعدي لنا شغل معين يلا ادونا مثال كاميرا معلش تاني الكاميرا كاميرا اي جهاز بتاع ميديكال ديفايسز الجي بي اس والحاجات دي كلها تعتبر لأني اصلا كمبيوتر مصغر بادي امل معين اوكي فده بسموه empty ديفايس يعني كتير في بالذات في ميديكال فيلد بكون جهاز بس مخصص لحاجة معينة بعدي شغل معين الكمبيوتر ده ما بعدي many 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 things مش كده لكن ده بكون جهاز هو كمبيوتر صغير لكن عنده function معين بس بيعديو مثلا جهاز بتاع رسم القلب ولا جهاز بتاع قراءات أشياء معينة كده طيب real time operating system يعني شنو لو نظام التشغيل اوبريتنج سيستم ده يس لكن uh, <applause> عارفين الاو اس ده اوبريتنج لكن RT ده شنو؟ ريال تايم من كلامه يعني ده ما قلنا لك في اجهزه uh, بكون مربوطه بسنسرات معينه وباخد داتا من سنسرات وطوالي بعمل له اوبريتنج مش بعمل له يعني بكون في جهاز مربوطه ب باجهزه ثانيه باخذ داتا طوالي من اجهزه وبعمل له مع بعض ده زي ما قلنا في اجهزه في الطيران في حاجات ده, ده بقرا مثلا آه بقرا مثلا الضغط بقرا اتجاه آه الرياض تمبريتشر وطوالي باخذ الداتا ده وبحوله الى 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 الى, إلى, إلى طيب ده عشان يكون هاردن لازم يكون سكيور كودين يكون ديزاين ويز ليميتد فانكشناليتي و فريم وير و ابديت ريفيو كود ريفيو و ليميت نتورك اكسس عشان سكيور بوت عشان يكون هاردن اتشيزن طيب وقعت آه هنا ريال تايم اوبريتنج سيستم دي ما ما وقعت لنا ده قلنا في قلنا في اجهزه في كمبيوترات مربوطة بأجهزة طوالي مع بعض ومربوطة بالسنسرز بشيل الأرقام اللي بتلي والسنسرز طوالي بعملوا بروسيسين بعملوا بروسيسين طوالي مثلا إذا في طيارة مثلا ماشي و, مثلا اتغير الضغط برا أو اتغير أو وكده في سنسرز بقرا الحاجات دي المشكله مثلا كان تمبريتشر 10 يتحول الى 20 مثلا ايوه ويس. ايوه فطوالي الطوالي ده بقرا بقرا كونتينيوسلي بيستمر بقرا السنسر ده بديك التمبريتشر في كل لحظه أرقام طوالي بتغير هو بيشيل الارقام ده وبيتعامل معاه مثلا بتعامل مع نسبه الوقود ونسبه السرعه والحاجات دي البي... الارقام البيجي هو ديبند الارقام البيجي مثلا دايره الطياره يمشي بسرعه معينه ثابته مثلا باخد نسبه بتاع الوقود وباخد باخد مثلا رطوبه ودرجة درجه حراره من بره بنسبه معينه فالتناسب بتاع النسبه بتاع الرطوبه مع مع الوقود ده طوالي باخد الرطوبه ده ما متغير او درجه الحراره بره متغير فمع التغيير ده بياخد التغيير ارقام بتاع التغيير ده وبتعامل معه وبعمل بروسيسين وبدي اوامر لل للوقود بيطلع بنفس النسبه عشان السرعه ما يتغير يعني بتغير حسب الوضع بتاعه يس حسب الوضع بتاعه عشان يكون استيول مثلا انت ماشي بسرعه 60 مثلا عشان يمشي بسرعه 60 مثلا باخد آ... باخد مثلا يكون نسبة الأكسجين لا. نسبة الغاز مثلا أربعين في المية ويجي مثلا حواء ب... بدرجة حرارة مثلا 30 مثلا درجة حرارة بقى أربعين معناه طوال يشيل الأربعين ده وبقوم بعمل calculation عشان الوقود تطلع بنسبة مناسبة لدرجة حرارة عشان السرعة يكون ثابتة اوكي اوكي Understood اوكي okay. طيب IOT, IOT you know, IOT. Internet, Internet of, of things. Tell me some examples below. For the homes, the lighting, the well, uh, fridge, the well, TV, the well, curtains. Yes, yes, you're right. آه انترنت اوف سينس ده قلنا الديفايسز اللي بيكون بيشتغل بالاي بيس او الانترنت هو مثال مثلا عندك الاي في البيت او هيتين او لايتين او أي ديفايس كونكتد ويز فده سميناه انترنت اوف سينس فده لازم يكون في Fireware update to a network segmentations will limit functionality secure communication protocols. Lil is a Mafia secure uh, protocol communication protocol munkina solution uh, compromise. So then marbuta bi net is a mafia uh, strong password or a few لميت فانكشناليتي ممكن من اي فانكشن اللي يقدر يخش يغير او يفتح الباب او او يغير الاي او يرفع ال-AC و كده يعني بعمل كومبرومايز فده كله اشياء احنا محتاجين نعمله هاردين واي اي اي جزء من اي جروب من ديل عرفنا انه نعمل هاردين بالنسبه له كيف تكلمنا عن انترنت اوف سينكس اوكي طيب <سؤال> نيجي نشوف الوايرلس devices. طيب في الوايرلس devices عندنا شيئين uh, لازم نعمل له كونسيدريشن السايت سيرفي وهيت ماب وات سايت سيرفي وهيت ماب مثلا انت داير تركب مثلا اكسس بوينتس عشان الشركه الناس يكونوا عايزوا عنده لابتوب بيشتغل من اي موقع في الشركه وكده بيلدينج طبعا الشركه بتاعك مثلا قول انتربرايز ف فاحنا لازم نعمل اول حاجه قبل ما نعمل حاجه ده نعمل سيرفين عشان نقدر نعرف نحط اكسس بوينت وين كويس طيب لو لاحظت هنا في في الصوره ده مثلا احنا لما نحط اكسس بوينت في محل عشان يغطي لنا مثلا اننا في الشركه اننا 10 اكسس بوينت ده نركبهم لازم نيجي نشوف نعمل سيرفين نيجي نشوف الموقع اصلا زياره يعني نيجي نزور الموقع عشان نعمل بلان للديزاين بتاع بلانينج اند ديزاين نتورك كويس نجي نعرف بالضبط نحدد انه الاكسس بوينت يكون وين عشان يقدر يغطي كل الشركه عندي 10 لازم اغطي بالعشره ده كل الشركه احدد انه وين ادى الاكسس بوينت عشان كده نسموه first things لازم يكون في size survey طيب احنا لو خطينا في اي مكان علاقتنا شنو بالسايبر سيكوريتي دي ما افكر لما نسالك انا السايبر سيكوريتي افكر في السي اي في المثلث بتاعنا السي اي اي كونفيدنشال انتجريتي افيلابيليتي ليش نعمل سايس سيرفي عشان نتفادى عشان شنو؟ الـ availability؟ availability رايت right. لأنه ، لأنه ممكن نخوض في مكان ممكن يكون السيجنال يكون weak ضعيف أو ممكن يكون محل فيه radio frequency بعمل signal سيجن... بحصل له جام فهنا نتكلم عن availability involve the size visit to test the radio frequency interference. Radio frequency interference. يعني نيجي نعمل test في محلات بكون في في زبزبات عالية جدا. فاحنا لما نيجي الجهاز بتاعنا في محل فيه زبزبات بحصل له interference. بحصل بحصل تداخل ولما يحصل تداخل بحصل شنو؟ بح بحصل له شنو لوس اور جام مش كده او كانسل بقى في النهايه ده بكون ما في شنو افيلابيليتي مش كده انسان ما بقدر بعمل اكسس ما انا بكون في افيلابيليتي عشان كده ديما الناس يفكروا كسايبر سكيورتي ما تفكر بس في في الكونفيدنشال بس ناس لما تقول لهم سايبر سكيورتي تقول فكروا بس في confidential لازم يكون سري ولا

Identify optimize uh, wireless access point. WAP Mana wireless access point install location. Had it an hotel wireless access point. Okay. Type Atani heat map. And heat map galag graphical representations of wireless coverage, signal strong, frequency utilization. For ahna, bade malahadit ni na ma tests na shiwa al al coverage when bokun high when bokun low na al strong signal shi بعد ذاك نشوف ال ااا نشوف ال طبعا في الترابل شوتين شنو يا جماعة عارفين كلمة ترابل شوتين مشكلة في ما بعرف ترابل شوتين ما ترابل شوتين إصلاح مش تصليح مش كده تحاول تصليح هالشي بقولك قاعد تعمل ترابل troubleshooting إذا عندك مشكلة حصلت تيجي تعمل analysis analyze للمشكلة وتبدأ تشوف اه... احتمالات تبدأ تشوف الحلول وكده ده بسموه troubleshooting أو تصليح يعني ده يوزر user useful for troubleshooting طبعا الويرلس بكون في يا بكون في اذا كان في زول ما قادر يعمل yeah, اكسس well, لل... للنتورك من اكسس بوينت بكون one of these problems coverage issues منطقة ما فيه cover dead zone dead zone ده ما فيه cover نهائيا signal link في تسرب بالسيجنال طيب ن نرجع للموبايل ديفايس نشوف موبايل ديفايس مانجمنت ام دي ام طبعا لما يجيك سؤال ما ما, ما بكتبه لك موبايل ديفايس مانجمنت بكتب لك ام دي ام احفظ لازم تعرف ام دي ام موبايل ديفايس مانجمنت طيب موبايل ديفايس مانجمنت عشان ريموتلي مانجين personal or corporate device. Take the Tamil management remotely. Type password and PIN. Some mobile device such as a smartphone or are very easy to, 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 to steal. And you can consider them by, so putting them in the, back. strong password and PIN with six or more characters must use. Yeah. Yeah. mobile device be يضيع, يسرق. عشان كده strong password. Your fancy your fancy use global position system GPS GPS I to one sorry global positioning system or RFID one RFID man already frequency identification to find the graphical boundaries. When the device is take past of uh, defined boundaries and secure them, will be alert. geographical fence, geographical fence, mana w njum nahaddik al hudud بايا راديو فريكونسي اي دي او شنو بي جي بي اس مثلا نقول نحدد الجهاز ده يشتغل في اطار منحات مثلا في ماية معينة ما نعمله configuration نحدد انه it's working only within Manhattan او عندك شركة تقول الجهاز only functioning inside uh, شركة مجرد تطلع من شركة شنو بطلع كده احنا عملنا له جو فانسين او جو آه فانس uh, حدود طيب اننا برضو في الموبايل ديفيس مانجمنت او MDM دي ام مانجمنت how to manage the application application management use allowed list To control which application are allowed to be installed on the mobile device. Masalan, a mobile device, the sherika, and then have some allowed list. What are a names of uh, application allowed to install in the mobile device. Masalan, Masalan, bukunfu بس نقدر نحدد إن أنا التليفون مثلا نقول إن الـ بتاع الشركة مثلا نقدر نحدد أربعة ولا خمسة app اللي احنا نشتغل به فقط applications اب طبعا اختصار الابليكيشن و في الـ list for this only this list you can install but others you cannot install لا فيسبوك لا تيليجرام لا تيك توك ولا إيه اي حاجه فده تشيلو من الليست فاحنا هنا كده عملنا مانجمنت للديفايس بتاعنا بالذات لما يكون جوفرمنت فون اور انتربرايز اور كمباني فون فده بقول له ابلكيشن مانجمنت Application management it's you use allowed use allowed lists to control which application are allowed it to be installed on onto the mobile device. then contact management contact management. Store, store business data in the secure area of the device and encrypt i shall now machine, will protect it against shun again attack i'll contact بتاع البيزنس is very important لأنه بيكون فيه كل ال customer بتاعك فإذا حصل target أو attack ممكن يسرق ال يسرق data ولما يسرق بتاع بتاع الزباين ده مشكلة بالنسبة لك لأنه ممكن يكون في شركة منافسة بشيل الحاجات دي أو بشيل information بتاع زباين ممكن يكون وبيستفيد منه هو والكونتاكت مانجمنت لازم يكون انكريبشن لازم يكون انكريبتد عشان بروفينشنو كونفيدينشال or business data from, you know, to be shared with, you know, external user. The business data, may can share it with external users. Amir mm Harim. We about remote wipes. mobile device management. When mobile device has been stalled, lost or stalled, it can be remote wiped. A device will re revert to, you know, to the factory settings and the data will no longer be available. When we say remote wipe, manau uh, tamal it do? tamal the device as if it's new, as if a factory setting our default setting. When uh, we default setting, there uh, is no data. Yes, they use a new device. ايضا في دي او ام دي في ام دي ام دي ام دي او دي اوكي ام دي ام نال سكرين لاك لازم انت تعمل اسمه ده اكتيفيت لسكين لاك لأن أنت ممكن تكون قاعد تخد جهازك واحد ممكن يشيله ويفتح الجهاز يعني إذا ما في سكرين لا سكرين لا are active when the mobile device has not been accessed from you know period of time بعد كمان شنو after it's lag the user get fixed number of attempt to you know, to current enter the pin before the device is disabled. <سؤال> تعمل activate the screen lock. وتعمل له configure أنه تخلي أنه يعني ال screen lock ذاته. Uh, إذا طبعا لما يعمل لك عشان تفتحه لازم تدخل pin number مش كده تدخل pin number تحدد مثلا تقول إيه تدي سري اتم ثلاثة محاولات للبينج إذا ما كورك الجهاز طوالي بكون disabled لأنه معناه إذا كان ثلاثة محاولات دخلت بين خطأ معناه معناه آه أنت ما بتعرف البين لكن قاعد تو جيس سو so من ناحية security بعمل لك الجهاز بقول لك فده في السكرين لاك لازم يكون عندك سكرين uh, لاك اذا كان في مثلا تدي بيريد اوف تايم 1 سك 1 مينيت او 2 مينيت يعمل سكرين لاك وبعد ذاك تدي فالو انه تدي عدد المحاولات انك uh, مرة الاول ممكن تغلط ومرة الثانية ممكن تغلط لكن لو غلطت ثلاثة مرات you have problem so the device gonna be lag disabled جو فانسي جوغرافكال لوكيشن قبل اخذنا جو فانسين مشكله جو لوكيشن جيوغرافيكال لوكيشن جيوغرافيكال فانسين حدود جيوغرافيكال لوكيشن الفرق في فرق بيناتهم الاثنين مشكله yeah. جيوغرافيكال yeah. لوكيشن برضو يوز جي بي اس لانه اصلا فيه جيوغرافيكال to give actual location of the mobile device used for general you know, location aware of the uh, authentications geo-fencing and other related security functionality i just yes, take the Tamalo disable or oh, enable and i will like and your fancy. انت بتحدد له الباوندريز تحدد له الحدود ان الجهاز يشتغل فيه اما Geographical لوكيشن تقدر تكفل ال... بيسموه لوكيشن مش تعمله ديس ايبل عشان الجهاز ما بكون Functioning از جي بي اس ما تقدر تحدد مكانه جبال محمد محمد بشر قلت جهازك عملت تراك بالنسبة له لكن انت الجهاز لو كان عملت له جو اوف او لوكيشن اوف كان ما بتقدر تعرف محله لانه انت عملت له ايبل لانه ما بيتعامل مع جي بي اس في حاجة تانية في جو location يعني انت لما بتاخد pictures برضو الفانكشن انك تعمل اتاتش للوكيشن مع pictures. بعد داك لما تمشي لل المحل اللي فيه بيكتشرز اسمه شنو في في الايفونز ف تقدر تشوف انه اي بيكشر تعرف انه اخذته وين يعني يعني اخذته وين مثلا نقول انت مسافر مثلا من من نيويورك مثلا مسافر في الطريق قاعد تصور كل مره تصور كل كل ما ت... تصل ولاية تصور صور وكده يعني كل ما لقيت ما حد عجبك تصور وكده. فلما تصل مثلا انت مثلا قول سافرت من نيويورك لحد شيكاغو مثلا كن قطعت كم ولاية في النص صورتها بتاع لما تيجي في الصور تجي تلقى الصور مرتبة انه مثلا انت في في نيويورك وبكتب ليك مثلا في المدينة الفلانية مثلا في اوهايو في انديانا في اولونوي كده يعني بحدد لك الجو لوكيشن بكون في في أت... اتاتش او في في أه... تاك لل... للصور باللوكيشن بتاعك مرات كثيره زول بجيب صوره وبقوم ال... ال... ال ال التاك ده يعني في طريقه انت تقدر تعرف التاك وتقدر تغير حتى التاك عشان كده مرات بكون في صور ناس بيصوروا صورة وبيجوا يحطوا ليك يقول لك صورة ده مثلا في السودان وصورة مأخوذة في مكان تاني بالذات احنا اسف في على الحرب وفي لخبطة كثيرة جدا في الإعلام فسيمبل جدا انك ترجع للتاج وتشوف الصورة ده اللوكيشن والتايم اللي أخذها فيه وبكون مرات بكون الصورة في اتاكس اتاتش ويز تايم واللوكيشن يقول لك يا اخي والله الصورة ده انت قلت ده في السودان لكن الصورة ده مثلا في اوغندا في في سنة كذا Simple ممكن يعني ب tools معين تقدر تعرف الحاجة دي فده ده لأنه فيه شنو فيه attach tag فيه tag بتاع location و time مرات حتى بكون فيه tag لل لل devices و الماك address devices و ده is ده ناس الفرنسيك الأدلة الجنائية الأدلة الديجيتال فرنسي بقدروا بتلقوا الحاجات دي يعني كون صورة دي اتأخذت ويتعرفوا أنه اتأخذ بيعتوا جهاز انت لو عرفت الماك ادرس بعد كده تشيل الماك ادرس وتمشي آه لل للسيرفر بروفايدرز للانترنت تقدر تعرف انه جهاز ذا الماك ادرس دي من لوكيشن من ياتو اكاونت بتاع انترنت او مسجلة باسم منو الماك التليفون ده مسجلة باسم منو في النهاية بيجوك في البيت اذا اذا كان حاجة في كرايم وكده يعني ففي حاجة كتيرة بكون اتاتش للحياة اللي انت بتعمله مثلا من الصورة يعني بس يشوفوا الصورة كده و الناس يعملوا تراكن في الفرنسيك او الديجيتال فرنسيك بيعرفوا الصورة اخدت ميتين اخدت وين وبعد داك بمشوا مور تلو الماك ادرس يقدر يعرفوا الجهاز يرجعوا للاي بي يطلوا الاي بي ادرس يعرفوا المدينة يعرفوا السيرفر بروفايدر يشيلوا السيرفر بروفايدر يمشي يعرفوا انه جهاز اتاتش ويس ويسويتش اكاونت بعد الاكاونت بيجوا بيعرفوا آه بالنيم وخلاص كده بصلوك في النهاية يعني تفتكر انك انت تعمل حاجه وتفتكر انك you can hide yourself no you can't فده بيشتغلوا ناس الادله ال بيسموه ديجيتال Forensics زي الادله الجنائيه ده في crimes في cyber security crimes طيب عندنا تاني في الموبايل ديفايس مانجمنت او MDM عندنا message That appear on your screen, even where your system is lacking. This information is used, usually, push your device without you know investigation for the end users and may include, you know, sensitive information. There is some more push. Uh, فده بيسموه بوش نوتيفيكيشن تقدر تعمل Notification في حتى جهاز الأولاد ده كله من الحق... من شنو موبايل ديفايس مانجمنت كيف اخبار رجالك بعد الكلاس اوكي okay. alright انا في الكلاس نرجع لك

كنا اي ممكن يمشي يعمل حاجات دي اب لجهازه اي عنده ايفون عنده تليفون ممكن يعمل له سيت اب ممكن تكفيل الجيو لوكيشن او تعمل له اون اذا اوف طبعا جهازك لو ضاع ما بتعرف محله اذا اون آه uh, ممكن تكون يعني يو كان تراك يور ديفايس طيب نشوف حي ثانيه ديبلويمنت مود And a three 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 type of deployment mode or three modes. And then a BYOD, bring your own device. I'm bring your own device. Back to slow back to. Ma back to. We like to BY. Ma back to. bring your own device. So it's BYOD. فال انتربرايز يا انت في الشركه يا بتشتغل ب بكمبيوتر بتاعك يا تشتغل بكمبيوتر الشركه يا الشركه بيختار لك الكمبيوتر اللي تشتغل بيه طبعا لما نقول كمبيوتر ممكن يكون ممكن يكون موبايل ديفايس تو Okay. طيب شنو البرينج يور اون ديفايس معناه الشركه allowed انك انت تجيب جهاز جهازك وتشتغل بيه شغل بتاع بتاع الشركه او allowed انك تشتغل شغل شركه بجهازك او إنها تانية سي او بي اي corporate owned personal enabled فده جهاز بتاع الشركة تابع للشركة ما بتشتغل فيه شنو الشغل الخاص على الأول طبعا جهازك انت لكن تشتغل فيه الشركة شغل الشركة كويس والثانية جهاز بتاع الشركة شركة بدك جهاز و جهازين انت تشتغل بو شغل بتاع الشركة choose your own device choose your own device او cyod الاول byod ما بتهم الاثنين الاول bring والتاني choose ف choose your ده الشركة بكون عندو list بتاع devices اقول لك مثلا احنا الشبكه بتاعنا عشان تشتغل اننا لست بتاع اجهزه مثلا ده اننا ديل واننا اتش بي ف اي جهاز تاني ما بيشتغل ما 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 allowed انه تشتغل به في الشركه فانت تختار واحد من دين انت تعمل تشوز تجيب واحد من الاجهزه تشتغل به فديل ديبلويمنت مود بتاع بتاع ديفايسز موبايل ديفايسز الاول برينج يور اون ديفايس وطبعا اذا عرفت الساعه فيه الاختصار لما تشوف الاختصار وما حافظه when you have problem لما تشوف بس كلك بي واي او دي او سي او بي اي او سي واي او دي لازم تعرف بالضبط مقصود شنو لكن لو كتبوا لك كده انت بتعرف بالضبط المقصود شنو بعدك تقرا السيناريو ديبيند تو سيناريو اذا انت قريت السيناريو بيقول انه انت تجيب اي جهاز انت تجيب جهازك تشتغل به معناه دي بي واي او دي اذا كان الشركه محدد انواع معينه بتاع اجهزه سي واي او دي اذا كان شركة بدك ما نوده الشركه بديك معناه حاجه ملك للشركه بسميه سي او PE سي -E. طيب ايضا في الموبايل ديفايس لانه موبايل لازم يكون في كونكشن نيجي نشوف الكونكشن ميثودز شنو الطرق اللي احنا نربط الاجهزه ده بالنتورك تمام كويس انا هنا ثلاثة طرق عشان نربط الأجهزة مع بعض يا بكون سيلر طبعا سيلر ده جاي من كلمة سيلفون لما يقولك سيلفون معناه نعم بيشتغل عن طريق سيلر دي الموبايل ديفايسز العادية مثلا بكون شغال عن طريق منو بتاع الكوميونيكيشن داك هنا

بكون طريقة السيلفونز والسيلفون طبعا عنده عنده ش... عنده ميزات وعنده بكون كله بعد 50 ميل بكون في تاور بتاع تقوية وكده يعني فكل 50 ميل بكون في تاور لحد ما يحصل المين مين تاور بعد ده بكون كله تاور بكون فيه سويتشز فالكوميونيكيشن بتاع السيلفونز فونز بسموه سيلر سيلر وإننا الواي فاي وإننا بلوتوث بنفس الترتيب من فوق لتحت أطول واحد السيلف لأنه قلنا كله بعد 50 مايل بكون في تاور يعني من تليفونك ده بقدر بعمل كونكت ل 50 مايل جسم موبايل صغير عندك شوف السيجنال بتاعه قوي كيف طيب اما الواي فاي المدى بتاعه ما طويل بس بوزين ذا بيلدينغ بعد عندك لو دار تقوي ولا تعمل تعمل له بوس تا واي فاي بعد ذاك البلوتوث طبعا استعمالاته بسيط لكن المدى بتاعه قصير جدا ممكن يكون 10 to 20 meters أو 30 meters ما يكون أكتر من ده عشان كده بيستخدموه في الحياة الدائر داير كونكشن يكون قريب بعض مثلا البلوتوث مثلا في الايرفونز والكيبورد والماوس within the area within the area short area محلات صغيرة برضو بيستعملوا في ال medical devices بدل يكون المريض قاعد وفي مونيتر هناك ومربوط فيه مية سلك في جسمه موصل المونيتر بيستعملوا البلوتوث عشان ينقلوا الداتا من ال من السنسرز أو الأجهزة المركبة في الجسم لشنو؟ لل للمونيترز أو للكمبيوترات بتاع المونيترز وكده فده استخدام بتاع بلوتوث والواي فاي بتاع نستخدم في كونكشن بتاع الانترنت لانه ما داو شوية بيت اما سيلف سيلر ده نستخدمه في الانترنت وال وال سيل فونز بتاع الفويس دل كوميونيكيشن مسج ان كوميونيكيشن مسج في حاجات تانية لكن دل احنا مسؤولين منه هنا ثلاثة سيلر واي فاي بلوتوث نيجي ليتر اون نتكلم عن البلوتوث اتاك بلوتوث عنده مجموعة من اتاك ولا اتكلمنا عن بلوتوث اتاك البلوتوث اتاك كل واحد عنده ميزاته وعنده أتاك بالنسبة له البلو جاكن وبلو سنافين في نوعين من أتاك البلو جاكين بلو جاكن وبلو سنابين. والبلو جاكن تقدر يعني تقدر تعمل تقدر يعني الشخص لما يرسل حاجة عن طريق بلوتوث تقدر تعمل شنو تعمل كاتش بالنسبة له أو تقدر ترسل ترسل ال... ترسل في بلوتوث شخص لو بلوتوث يو كان سند فايلز تقدر ترسل فايلز فده نوع من اتاك في البلوتوث لو سنافين بلو, بلو جاك واحد سنت واحد ريسيف paper. There are. Communication. or connection method give normal communication between. Between a devices. tape. sandbox. sandbox, kalam what sandbox? sandboxing. sandboxing is cybersecurity security. that involves to running code, analyzing it, and coding in the safe installation, in the, story, in the installed area I, not installed isolate isolate area sandbox معناه مفصول في مكان مكان مفصول مثلا احنا لو عندنا new program or code درنا test أو إننا أبديت أو إننا باتش مو نجي طوالي ننزل في السيستم بتاعنا نجي إننا جهة مفصولة تماما شبكة مفصولة تماما نقوم نختبره هناك نتأكد أنه نعمل له configuration نتأكد everything's working fine بعدك نحوله لشنو نحاول له production نحاول له production sandbox environment و انه production environment نختبره هنا نتاكد انه working very fine بعد ذلك ندخله production ده الحي life المشكلة اللي حصلت كانت ب مشكلة المايكروسوفت كان ممكن يكون ما عملوا ساند بوكس للباتش توالي ينزلوه هنا ولا شنو عشان كده سبب مشكلة عشان نتفادى المشكلة حصلت عملية الباتش ده هنا في ساند بوكس بعد ما نختبره ونتأكد أنه working fine ان وركينج فاين بعدك نزلوا في في برودكشن طيب issue for wireless security setting and then a fuel uh Wi-Fi uh, wi protected access w p a three three man of version three and then uh, a triple a columnn triple a what's triple a authentication, authorization, availability. no, authentication, authorization, accounting. Yes. Authentication, authorization, accounting. Triple A. Right. And then I don't know.

WHERE encryption is essential for the data confidential in the wireless network. لأنه إحنا نتعامل مع wireless يا جماعة. ال wireless معناه نفك الداتا data في الهواء مش كده؟ لازم يكون encryption. لازم يكون مشفر. طيب إننا WEP لازم تعرفوا الاختصارات ده مهم جدا وارد equivalent privacy و NWPA Wi-Fi protected access فقلنا ال الانكريبشن مهم جدا في الوايرلس لانه احنا بنقوم نرسل الداتا والداتا لما يكون في الهواء it's easy تو شنو تو ايزي تو كام عشان كده احنا لازم نعمل نعمل انكريبشن كويس WPA بي اي او ويرلس بروتكتد اكسس قال لك Some vulnerabilities of WPA, WPA, where, where equivalent privacy. That, matured actor than that. Let's enhanced amending enhance. WPA, wireless, uh, a Wi-Fi protected access to, use AES. protocols and CP, CCPM. نيجي نشوف ممكن نأخذ بريك. Give me one minute إذا جربنا نخلص لو ما جربنا نأخذ بريك. طيب خلينا نأخذ نأخذ 10 minute بريك ونجي نواصل. كده. نأخذ 10 minute break ونيجي نواصل طيب ثانك يو فوتنا صفحه واحده اوكي okay. ارجع لها ارجع لها اصلا عشان نريح في المرايه بعدين يعني طيب احنا اتكلمنا عن ال radius authentication protocol وقلنا ال radius بوفر لنا authentication authorization و accounting هو تاك اكس تيرمينال اكسس كنترول اكسس بروتوكول ده بوفر لنا عشان سبريت اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اند اكاونتنج فانكشن ده بقوم بفصلهم ليك لكن ده بوفر لنا ثلاثه مع بعض اوكي okay. بعد كده الاوثنتيكيشن بروتوكول ده قلنا ال uh, ده البروتوكول احنا استخدمه في الاوثنتيكيشن What you to verify the user identity or you know, and and uh, control the network access to function without control the network access when I EAP or in PEAP EAP TTLC EAP fast قلنا الفرق بيناتهم انك انت تشوف ال تشوف الكلمات ال underline ديل بفرق ليك هو طبعا extensible authentication protocol هو ال EAP authentication framework support multi method قال لك بعمل support ل multi method العادية اما ال protected EAP ده encryption the encapsulated uh, EAP within شنو you know, encrypt TLC tunnel لو بكون TLC uh, transfer layer transport layer sec layers security TLC ده اختصار ل transfer transport layer security <laughs> طيب ال uh, ال uh, EAP تي تي ال سي ده طبعا بروتكتد ويرس تانل بروتوكول وده قلنا شنو بيحتاج للسيرتيفيكيت ده الوحيد اللي هو بيحتاج لشنو بيحتاج ده قلنا بكون شنو آه Flexible authentication version of secure tunneling. I'm sure the application security, the Hanneman wireless security, uh, application security, application security. I'm sure the application security in input validations, secure cookies, static. codes analyze وإننا شنو codesign طيب ال application security شنو هو focus on the build secure application إحنا لما نقول application security نتكلم عن بداية إحنا لما يكون دارين نبني application مثلا شخص داير application معين داير برنامج حسابات داير اي حاجه آه عنده خطوات عشان تبنيه مش كده تجي هو بيجي بيقول لك انا عاوز برنامج مثلا بخدم لي سيرفيس كذا 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 فده بيسموه ريكويرمنت انت بتكتب الريكويرمنت وتشيل الريكويرمنت الكلام السيوري اللي بيتكلم لك الزبون تشيله آه توديه للبيزنس اناليسيس فالبيزنس اناليسيس بقوم بحول الكلام السكيورتي لكلام كلام يعني بروفيشنال شويه وبعد ذاك بحول ارتكشر بقوم بشيل الكلام تا بيزنس اناليسيس أه ده بوديو أه بوديو للارتكشر بقوم ب... بقوم بصمم الكلام السيوري اللي كانت كتبت وكتبت كلام بروفيشنال الى كلام في شكل بعمل البنية للأر... بتاعه ارتكشر بعدك بتشيل الكلام بتاع الارتكشر ده بمشي وين بمشي لل بتاع الكود او الديفلوبر بكتب الكود بعد ما يكتب الكود يشيل الكود آه بتوديه للتستر والتستر بقوم بيعمل تيست لل للابليكيشن اذا لقى الابليكيشن اوكي okay, بلزو قدام لقى في اي مشكله بيرجعوا لل للكود الكود بقوم بعدلو له بعمل تيست لقى اوكي بلزو قدام بعد كده بمشي لشنو بمشي لل أبل... للا... implementation بمشي لل implementation بعد بكون تاني في maintenance كود لو اشتغل خلاص بنزل لل production بعد بكون في maintenance فده بسموه application life سايكلز بأخذ الدورة الدورة بتاع الابلكيشن application في طرق كتيرة بناو ممكن يكون Waterfall فور أو أجايل أو something like that that. كل واحد إنه طريقة معينة وميزة معينة بتاعت هو يا نوع من الأبليكيشن تستعمل Waterfall فور أو أجايل ماثاتوليجيس المهم في النهاية إحنا بهمنا شنو بهمنا إنه ال السكيور بتاع ال الأبليكيشن لازم بي سكيور لأنه إذا أبليكيشن ما سكيور It's very big problem. Because application application. بتا... application. بتطيران. it's a mass secure, a few o, uh, system بتطيران, كارثة مشكلة, كارثة So it's very important the application to be secure. Okay. And then, uh, input validations ensure that the applications... process well defined secure data كويس عشان ما يكون شنو قابل للاتاك طيب ال input validation ده شنو مثلا في محلات انت بتدخل داتا مثلا قول say application have a h1 ممكن يكون الصفة الأولى مثلا يكون بتاع اللوج ان لوج ان بتاع فيه يوزر نيم مش كده طيب مفروض المحل ده يقبل بس username و password وال username مفروض يكون they don't have any numbers مش كده username لازم يدخل ال username ما فيه numbers مش كده so uh, لازم يعملوا validation أنه ما يقبل numbers إذا بقبل numbers بقى فيه فيه مشكلة this is one number two أنه مثلا الـ, الـ password لازم يقبل correct password ما تدخل wrong password و و معك number three المحلات ده ما يقبل أي special characters لأنه لو بيقبل special characters الهاكر بيستخدم بدخل بدخل code هنا بدخل code و ده لما ترسلوا من input uh, login page وبمشي بمشي طبعا انت لما تدخل الداتا ده بمشي وين الداتا ده بمشي وين يا انس في وزات بمشي في الشبكة في لا, لا لو عندي أبل... أبل... لو عندي ابليكيشن ودخلت اليوزر نيم وباسورد بمشي وين بمشي الابليكيشن بمشي للنتورك هاي ما بمشي سرون نتورك نتورك ده ما بس مش كده نتورك ده مواصلات لكن أصلا لما يمشي سرو نتورك بمشي وين السيرفرات وين عشان يعمل تشيك لل... لل لل وين عشان يعمل تشيك للمعلومات دي؟ بمشي للداتابيس بيس مش كده؟ ايوه بمشي للداتابيس سيرفر عشان يشوف اسمك is correct اور نوت مش كده؟ ايوه اذا دخلت كود انت ممكن تخاطب بالداتابيس داتابيس داتا بدل يمشي له مثلا انس والباسورد بتاعه 1 2 3 بمشي له كو... بمشي له اوامر بدل يعمل تشيك بقوم بنفذ الاوامر وهنفذ الاوامر ده ما بكون عمليه بتاع مش كده؟ مم. فعشان كده very important to input validation عشان ما يحصل شنو؟ يحصل اس كيو ال انجكشن ده بيسموه اس كيو ال انجكشن او بفر اوفر فلو اتكلمنا عن اتاكو اكس 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 اس اس يو نو كروس سايد يس كروس سايد سكريبت مش كده ده كله عمليات ممكن يكون يخش عن طريق الانبوت انت لما في محلات انت الاود انك تدخل داتا لكن تدخل داتا معينه يعني. بس مثلا يوزر نيم باسورد او ايميل او كده لكن لما تدخل كود ممكن يسبب واحد من المشاكل ده مش كده ممكن يكون uh, SQL injection or cross site script or buffer overflow depend on the code طيب cookies ال cookies small data small data piece small data stored by the web browser انت لما قلنا الكوكيز لما لما تيجي تفتح ويب سايت اول مره بكون تقيل بعد داك بكون في جزء من الداتا مخزنه في الويب سايت لما تيجي تفتح نفس الويب سايت من نفس البراوزر بقوم بشيل بعمل ابديت للمعلومات الاندو عنده الجديد عشان بيظهر لك الويب سايت ف كده بكون الويب سايت تاك يعني اسرع شويه وكده فبكون مخزن بشكل كويس Maintain stateful information between shino, between server and clients. Secure cookies. Secure cookies are shino, transmitted over shino, HTTPS to enhance the security. Commander so, protocol with you know browser HTTPS. Is so, if you want to go any time, you can to S so be secure. And the board is going 338 مش كده واذا كان اتش تي بي اتش تي بي بي بورت او فلازم يكون سكيور لازم تعرف البورت نمبر تكلمنا عن بورت نمبر بتاع وقلنا ده بروتوكول از نو سكيور اذا ما في اس ده هايبر تكست ترانسفير بروتوكول هايبر تكست ترانسفير بروتوكول ترانسفير protocol secure, secure running for okay yes. Five. a static code analyze is method of debugging debugging you know what's the meaning of debugging an application by the reviewing and examine it secure code before running the program. ديباجن معناه انت بتجي مثلا كتبت كود كود طبعا بيكون فيه ماني لاينز ده اول حاجه بيقوم بيقوم بيختبر الكود بيجي بقرا الكود ده لاين باي لاين يتاكد انه مكتوب صحيح وبتنفذ صحيح باي لاين باي لاين باي لاين لحد ما يخلص قبل ما يعمل رن اوفر فده بيقول له البروغرامر البروجرامر لما يجي بيكتب الكود قبل ما يعمل له run بقوم بعمل debugging عشان نتأكد ان الكود اتكتب الصحيح اذا في حاجة خطأ في الكود بس حرك في debugging to so Identify issues like buffer overflow و SQ injection فده static code analyzer ده ده زي ال زي زي الحرس فبيجي بعمل ديباجن للكود قلنا باخذ الكود لاين باي لاين بقرا اي كود لاين باي لاين عشان نفتش في شنو؟ فتش في كود بتاع بوفر اوفر فلو او اس كيو اس كيو انجكشن او شنو؟ او كروس سايد سكريبس فاعرف انه كروس سايد سكريبت كود بتاعه شنو؟ بعرف انه سيكل او اس كيو ال انجكشن كود بتاعه شنو؟ بعرف انه كروس سايد سكريبت Probably Obama debugging beneath below. For the below static code analyzing. Correct important for preparing input validation in both front end and back end channel front end or back end Anas? <laughs>

اوكي okay. سي في مقدمة البرنامج اللي بيجي يفحصوا ده في النهاية بتاعته مش قصد كده؟ لا no. في الكمبيوتر لما نقول فرنت اند وباك اند مثلا بقول لك احنا دايرين 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 ديفلوبر بتاع فرنت اند دايرين ديفلوبر دايرين برو مبرمج بتاع فرنت اند او بقول لك دايرين مبرمج بتاع في الوظائف بقول لك دايرين مبرمج باك اند الفرونت اند هو بيهتم بالوجه الخارجي يعني انت لما تيجي تفتح الكمبيوتر الشاشه اللي قدامك والحاجات اللي قدامك ده اللي ده بيقول له مبرمج فرونت اند انت بتشيفه اما ازول باك اند ده اللي بيشتغل في الجداول والحاجات اللي بتم في ورا الكمبيوتر انت هسه ما قلنا الصفحة اللوج ان ده بس يقول ادخل اللوج ان ويوزر نيم وباسورد ومربعات والوان وكده مش كده ده فرونت اند لكن الباك اند بعد ما انت تدخل اليوزر نيم والباسورد بمشي وين؟ بمشي للداتا بيس والحاجات اللي في الورا ما بظهر ديل اللي بيقولوا الباك اند فالمبرمجين نوعين في زول بيشتغل فرانت اند ده زول بيهتم بس بالديكور والحاجات اللي بتشاف قدامك وفي زول بيشتغل في الحاجات اللي بيحصل ورا خلف الكواليس زي ما بيقولوا مثلا مثلا لو قلنا ستور الناس اللي يشتغلوا في الاستورات مش انت بقول لك انت بتشتغل مثلا في الكاشير قدام او في في ناس بينظموا وبرتبوا الاشياء وكده انت لما تيجي تخش تشوف الحياة ده كله قدامك بعدك في ناس بيكونوا شغالين ورا مش كده شغالين في بيقولوا في الفلور مش بيقولوا فلور بخطوا الاستيكرز بخطوا الاسعار وبفتحوا الكراتين وبرتبوا بعد بيجي برا مش كده نفس الحكايه فرونت اند كمبيوتر وورد نفس الحكايه الفرونت اند ان ده بكون الناس ال... الحاجات اللي انت بتشوفه في الشاشه امامك اما الباك اند يعني هسه الستور قدام ما بكون مرتب وجميل وحاجات مرتبه والوان وبتاع لما تمشي باك اند تمشي في الفلور بكون كله كراتين وحاجات يعني مجدعه كده وما ما في ترتيب كده شديد وكده نفس الحكايه يعني Front اند زول بيهتم بالديكوريشن والحاجات دي الشاشه لازم يكون جميل والوان ومربعات وكل شيء في مكانه بيكتشرز وكده Front End اما Back End بكون كله جداول وكود وحاجات زي alright so this is front end and back end طيب اه mm -hmm. uh, let's go a little bit fast عشان نخلص الجزء ده طيب. dynamic code analyzer The static what is the static code analyzer it ne know is... about a st a s a s t shino d A S T code analyzer dynamic like static it is designed to test and run the application for the potential complain compl comply vulnerabilities tape uh that few you know n well I'llposing in I'll stress testing I'll input random data to prove uh, to provide <laughs> crash or something عشان نمنع الكراش بتاع ال الداتا ال, ال, يعني احنا نقوم نجيب راندوم مثلا عندنا انبوت uh, اننا عندنا نرجع لموقع بتاع ال, اذا عندنا صفحه بتاع لوج ان مش فيه يوزر نيم تدخل اليوزر نيم باسورد فالفوزن تيست انت بتقوم تختار راندوم راندوم يوزر نيم وباسورد وتقوم تقوم تعمل له فيدين للانبوت تشوف انه هل بحصل كراش ولا ما بحصل كراش لل 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 للسيستم او للابلكيشن اما الاستريس تيستين ايفالويت سيستم استابيليتي استابيليتي باي شنو ريلابيليتي اندر شنو اكزامين كونديشن هنا احنا نقوم ندي many many data مع بعض عشان نتأكد انه بتحمل ال 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 بتحمل الضغط او ال ال system بتاعنا stable اوكي ده الاثنين ال fusion testing تيست stress testing طيب code <applause> method of the partner Digital signature on the program file software update or execute so that its uh, authorized and integrity can be verified upon the installing and executing. Aiyi code, bookun fuse signature, digital signatures. Digital signature A the lamma نعمل الinstall أو execute للكود ده بدينا integrity تأكد أنه الكود ده ما حصل أي تغيير كويس ده طبعا بدينا confirm the software other identity بدينا يعني يعني ال software بتاعنا ده ما مزور فبكون في الكود بكون فيه سيجنتشر تاكد انه الكود ده ما مزور سان باكس برضو اتكلمنا عنه قلنا قلنا بكون برضو ممكن يكون قلنا جزء مفصول اللي احنا نعمل فيه تيستين مفصول انستولين ممكن يكون فيرتشوال ماشينز oscillated فروم نتورك كويس نعمل فيه شنو باتشين تيستين بعيد من شنو من ال uh, before شنو putting in the شنو production environment ده معناه شنو ال uh, sandbox ده بكون شنو إذا قلنا ده testing environment uh, ده production environment لكن sandbox ده بكون شنو testing environment ده ما نعمل فيه test مكان مفصول monitoring that it is uh, values only if the organization makes use for them to show to identity activities that's unauthorized or compromising فإحنا لازم يكون إننا عملية مونيتورينج عشان نشوف أي حاجة unauthorized حصلت كده فالجهاز أو tools اللي إحنا نستخدمه في المونيتورينج إننا A SIEM, or S-I-E-M, Security Information Event Management, or Security Information Event Monitoring Tools. When I talk about SIEM, later on in detail, but this device is used for monitoring. This is what I see, Security Information Event monitoring يعني أي حاجة قاعد تحصل في الـ في من ناحية بعمل لنا شنو monitoring بالنسبة له اوكي okay. on time اوكي okay. any questions الجزء الأول من chapter 4 طبعا ده أطول chapter 28% أنا نجي إيه نمشي نواصل في chapter إن شاء الله بكرة بكره هنيجي نشوف الهارد وير اند سوفت وير داتا اسيتس مانجمنت اني كويشن في سؤال؟ alright ما في سؤال إن شاء الله أشوفكم بكرة the same time السلام عليكم